كشف وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقي عن استحداث خدمات صحية في موسم حج هذا العام لمواجهة أي حالات طارئة في مستشفيات المدينة المنورة ومكة المكرمة. مجموعة كبيرة من المشاريع العاجلة التي تم تنفيذها في وقت قياسي، ومن ضمنها إضافة عشرات الأسرة للعناية المركزة في مستشفيات مكة وفي مستشفيات المدينة، وزيادة غرف العزل كذلك في مستشفيات مكة والمدينة، زيادة غرف عزل إضافية احتياطية في مستشفيات جدة لا سمح الله لو تم الحاجة لها. كل هذه الزيادات تم تنفيذها في وقت قياسي استعدادا للموسم، وفضل الله سبحانه وتعالى إلى الآن لم تحصل أي حالات تستدعي استخدام أعداد من هذه التجهيزات الإضافية، ولكن نحن على جاهزية عالية، وستستمر الوزارة في الترقب ورصد أي حالة لا سمح الله تدعو إلى التفاعل السريع معها.